انت عارف كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا مدير الكره بالنادي الاهلي. يا كابتن سيد مبروك، فوز مهم، وبمبارك لك طبعا، مبارك لكل اللعيبه. الاصرار والجديه وشخصيه النادي الاهلي بتبان كل مباراه مباراه، وهو ده الهدف يا كابتن سيد. الحمد لله، طبعا مكسب مهم جدا في وقت مهم جدا، يمكن يعني عدد من المباريات المتتاليه طبعا، وتاكيد تجميع النقاط في الفتره الحاليه في الماتشات المضغوطه ده مهم جدا. يعني الكلام كان عن ايه يا كابتن سيد بالنسبه للمحاضرات الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي؟ تتكلموا مع اللعيبه على ايه؟ لان خلاص 24 تلاحق في طريقنا، يعني احنا في طريقنا خلاص، مش محتاجين نتكلم اكتر من كده. احنا في هدف عايزين نوصله في اخر المشوار، مهم جدا ان احنا نوصله باذن الله تعالى، ويمكن اشتغلنا على كده. معانا فرقه كويسه جدا، دعمنا بشكل كويس، معانا عناصر متميزه، اصلا في عناصر راجعه من الاصابه، فالفرقه في كل فترة زمنية بتعدي بتبقى أحسن وأقوى بإذن الله. يمكن زي ما أنا قلت، محددين هدف مصممين نوصله ومصممين نحققه بإذن الله. كابتن إسلام، عايز أسأل سؤال مهم ليك يا كابتن سيد. اتفضل يا كابتن إسلام. يعني كابتن كريم طبعا سلم لنا على الكابتن سيد عبد الحفيظ وقول له ألف سلامة، واضح إن هو عنده برد ولا حاجة، فألف سلامة عليه. لكن سؤالنا النهارده، هل مباراه الزمالك وتعادل نادي الزمالك و الف سلام عليك، واضح ان انت عندك برد، ومباراه الجونه امس وهزيمه بيراميدز فرقت مع الفريق ولا لا؟ سؤال الكابتن اسلام، بيقول لك تعادل نادي الزمالك وهزيمه فريق بيراميدز امس، ده يمكن بتشوفه ازاي بالنسبه للفتره اللي فاتت او بالنسبه للماتشين بشكل عام ونقاطهم بشكل عام يا كابتن سيد؟ يعني الحمد لله طبعا، يعني انت بتتكلم في هدايا بتستقبلها، وده مهم جدا، مش ترفضها اكيد يعني. لكن زي ما انا قلت، يمكن احنا يعني كان مهم قوي 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 ان انت تشوف طريقك انت، لان انت الموضوع بايدينا احنا يعني، وما زلت بقول برضو الموضوع بايدينا احنا. لكن انت بتلعب في دوري، اللي هيقدم لك هديه هتقبلها يعني. برضه في نفس الاطار يعني بقول، باكد احترامنا على كل الناس. احنا ما بنتكلمش خالص على الامور الخاصه بالامور التحكيميه خالص اطلاقا، يعني رغم ان ضربه الجزاء النهارده من بره خالص، يعني ممكن كانت توتر اللقاء، لكن بدعوا الناس كلها ان هي تاخد ريست، تاخد نفس عميق، حتى لو كان في اي شيء مش محتاجه ان احنا نتكلم. احنا مش من عاداتنا ان احنا بنتكلم على، مش عايز اقول الحاجات التحكيميه، على النقد التحكيمي، ممكن يبقى عندنا معلومه ولا حاجه، لكن ادعو الجميع عشان ما يحدش يبقى متاثر، وخصوصا ان احنا يعني داخلين على اللمسات الاخيره او الخطوات الاخيره من الدوري الفصل الثاني. يعني لسه ماتشات كتير صحيح، لكن انت بتتكلم في الفصل الثاني فبتقرب يعني. فبدعوا الناس كلها ان هي تركز في الملعب بس، لان الدوري هيتحسب في الملعب ان شاء الله. مباراه الجونه بعد الاداء المميز ده اكيد هيبقى عليهم تعاشه، وهيبقوا داخلين المباراه بشكل حماسي جدا. يا كابتن سيد، بنشوف مباراه الجونه ازاي مع النادي الاهلي؟ الجونه فرقه محترمه جدا، وفرقه عندها اداره مش من السنه دي بس يعني، مستقره وكويسه، فبنتعامل معاها بكل احترام وكل تقدير. احنا برضو عندنا مباراه كانت النهارده مهمه، كنا بنفكر فيها، بمجرد ما هنسأل في تدريباتنا وهنسأل في شغلنا هنفكر في مباراه الجونه باذن الله. شكرا، بنشكر اكيد يا كابتن اسلام، كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن